اليوم خلطة جديدة من الأشرطة اللي لقيناها بالمكتبة لبرامج ومسلسلات ومسرحيات، بعضكم شافها وبعضكم ما لحق عليها. شوفوا من أرشيفنا الخاص اللي يذكركم ببرامج تلفزيون الكويت، ولكن البرامج الملونة فقط. من البرامج المشهورة في تلفزيون الكويت برنامج استديو 300. هذا البرنامج قدمته الزميلة حصة الملة، استضافت من خلاله كبار الفنانين بالكويت. الحين نخليكم مع زميلتنا حصة الملة وهي تقابل الفنان القدير سعد الفرج. ساعة الآن واحدة ودقيقتين تقريبا وما زلنا معاك عزيزي المشاهد على الهواء مباشرة في استديو 300، وما زال معنا ضيفنا الفنان سعد الفري. تعبت ولا بعد؟ لا صباحي. أبو بدر، احنا وصلنا هذا الورد من أحد معجبين ومشاهدين واللي يستمتعون بمشاهدة أعمال الفنان سعد الفري، الأخ خالد حمد الفوزان. إيه نعم. الأخ خالد يقول إن لك حادثة طريفة في أثناء تصوير فيلم بس يا بحر. إيه. الحادثة إذا تذكرها يا ريت تقولها لنا. إيه في الجليعة، كنا نصور بالليل فيلم بس يا بحر، 69 سنة 69 بقصر جابر العلي، الشيخ جابر العلي. كنا على الأسكلة وكان بروجكترات وإضاءة خاصة للتصوير على فكان تقريبا مدة ساعة أو ساعتين ما عندي أنا تصوير، وقعدت على طرف الأسكلة عندي خيط وقعدت أقط، وشيء عجيب. نعم. أقط واسحب من السبيطية. نعم. كل سبيطي هالطول، أول مرة صيد سبيطي أنا، يعني معانا يمكن حوالي 50-60 نفر اللي قاعد يصورون، يجون ناس يمي يقطون مني ومني ما يصيدون. هذه الحادثة ترى شاهد يقولون الحداك كذاب. نعم. بس ترى مين كذب صدق. عليها شهود عيان يعني. عليها شهود يشهدون اللي. نعم. يا جماعة تذكرون. أقط وحمل من هالسبيطية، الشاهد الله أنا صايد لا يقل عن 10 أو 12 سبيطي، كل سبيطي كذي اللي من باكر القدا مال البحارة ومال اللي يصورون وكلهم قداهم أنا صايدة سبيطية. أنا استأنست، قلت ودام إنه قاعدين نصور في مصورين، اتصلت قلت تعالوا على أساس إنه يصوروني وأنا أطلع سبيطية. نعم. إيه ودز واحد الفحيل ويجيب لي من هالخيوط السنعة، ويجيبوا لي هالربيان العدل، ويجيبوا لي مصران الدياي، ويجيبوا لي ميد ييم أشكال ألوان اللي أنا صدتهم ما كان ييم وما كان يعني، ويجونا مصورين اثنين أساس هم يصورون، يصوروني وأنا أطلع بهالسبيطية، ويجي نفس محلي اللي البارح وأقعد. البارح كنت بدشداشتي وقطرة وعقال لا جيت بالوزار. نعم. توزرت فوق دشداشتي مكشف راسي، حاط لي واحد مني طاولنا اليمة مني عدل لي، قلت أنا ترى البارح وايد غزتني سبيطية أبي واحد يفك لي. نعم. وقط الحين قاعدين وأربع ساعات ولا سفرة. ما نبر شيء، مو مصد ما نبر شيء. اعتقد ان اول مذيع قدم برامج عن شيء ما شفتوه هو الاستاذ الكبير الاعلامي بدر بورسلي. خلونا الحين مع بدر بورسلي وهو يحاور الفنانه القديره سعاد عبد الله عن شيء ما شفتوه. وعليا وعلى حال وعليا وعلى حالي لا حول ولا قوة.
خلاص ما خلاص طيب روح عادي بحكي عادي مينون لا تفكر على انك مينون احلى صراحه انت تكلمت لي انا بس فين مع مين؟ لا بس خلاص ما تكلمتش من قبل اصلا في كلام لان في اغنيه هذا من المواقف اللي حصلت فيه. مفروض اني اكون يعني خلاص ينيت راحت الفلوس وراح الحلال فينت فكل حركه تعملها المينونه ما فيها شيء عاديه اي لا ما إيه ما بس حاجة. انا مشكلتي اني مرات اعمل شغله تضحك وانا اول واحده تضحك يعني ما انطر الباجين يضحكون انا اضحك قبلهم فالواير جيت بحطه بدون الحياه عرفت شلون فالمفروض حياتي اللي تضحك على المشهد لا انا ضحكت قبل الحياه وانا حط واذا الاخوان لاحظوا ان غانم قضى بالواير وقاعد يسوي شيء هزه بيده باسمه يمكن لاحظتوا في كل المسلسل اللي شفتوه وبالاضافات هذه اللي شفتوها ان العمليه مي سهله يعني من بدايه من الاخ محمد السلمان اللي يقول واحد اثنان ثلاثه اكشن الى كل الموجودين الكاست الكوميديا هل الكوميديا بهالسهوله اللي تصورينها ولا هي من اصعب الاشياء اللي بالنسبه لكم انتم انا ما ادري انا تراوالي طبعا هذا رايي الشخصي انه انك بسهوله ان الواحد ممكن يخلي الانسان يبكي لكن وايد بصعوبه ان الواحد يضحك انك تنتزع الضحكه خصوصا بهالوقت او بهالزمن لأن الإنسان عنده تراكمات وايد نفسية ويعني ما في داعي حتى أنه يفكر بأي شيء خاص فيه يفتح مجلة يسمع راديو ويشوف نشرة أخبار يلقى هالمصايب اللي موجودة في العالم كلها حتى لو ما كان طرف مباشر فيها بيحس بالألم وضيقة الخلق فإحنا حقيقة باستمرار وأنا هذه الكلمة دائما أقولها يمكن يعيبونها علي أن إحنا مطالبين من الناس أن إحنا نقدم أعمال كوميدية وفعلا التفكير في العمل الكوميدي اللي يرضي الناس مو شيء سهل صح ابدا مو شيء سهل في ناس يقولوا لك هذا شنو هذا تهريج هذا يعني يحطوا له مسميات حتى ما تناسب وجهد الانسان من الفنانين الكبار اللي ظهورهم قليل على الشاشه من خلال اللقاءات او السهرات هو الفنان الكبير والقدير عبد الكريم عبد القادر ابو خالد هذا الفنان القدير بنذكركم الحين له اغنيه من زمان ما عرضها تلفزيون الكويت وبالألوان مع الفنان عبد الكريم عبد القادر